بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. عزيزي معلش لو عملت لايك في الفيديو فمن فضلك اعمل اشتراك في القناه، انا اسف جدا يا عزيزي. بس تعالى نتكلم على حفيظ الدراجي والخنشله والخنشله واسلوب حياه. بس انا عايز اقول لك حاجه، في حاجه انا قريتها على الصفحه بتاع حفيظ الدراجي وتعليقي تحت الصوره بتاع مدينه فران المغربيه اللي حفيظ الدراجي بيقول عليها ان هي جزائريه. بيقول له الصوره دي لو من المغرب بجد هتجيب لنا البهدله، الصوره دي لو من المغرب هتجيب لنا البهدله، وقتها مش هنقدر ان احنا نتكلم. كل التعليقات تحت قالت له اخويا الصوره من المغرب بجد. العظيم بجد قال لك بجد والله انا حاسس الدرجه جايب صوره من المغرب للدرجه دي. والله قالوا له بجد والله الصوره من المغرب. وفي واحد تاني قال لك ايه، لا يا معلم جوجل قالت ان الصوره دي من الجزائر. هو صوره ايه يا اسطى اللي من الجزائر؟ لا مؤاخذه، حفيظ الدراجي قرر ان هو هيتكلم على السياحه المره دي بقى، وانا بسم الله مش عارف اجيبه منين تاني. يعني انا جبته مره من ميسوب بركدار وهي عامله له حفله استقبال ومطلعاه مسرح حرفيا وهو بيتكلم عن النظام السوري، ومره تانيه عملنا له حفله استقبال وهو بيتكلم على ملعب والقريه الرياضيه في السعوديه. يعني هو قرر ان هو يحط قريه رياضيه في السعوديه يحطها في الجزائر. بسم الله ما شاء الله مفيش اي مشكله، عادي يا معلم انت جيت في جمل. وبعد كده اكتشفنا ان حفيظ الدراجي بيقول ان في خنشله بيتعرض ليها التراث الجزائري من قبل اي بعض من الجيران، ما حدش عارف مين الجيران دول. تمام يا معلم، دلوقتي حفيظ الدراجي الله يبارك له اللي بيتكلم على الخنشله واللي بيتكلم على التراث قرر ان هو ياخد صوره في المغرب ويحطها في الجزائر. اللي هو لا وشوف ايه، يعني مش هقول لك ان هو بيفخر بالتلج اللي هو ربنا منزله على الارض، لا ده حفيظ الدراجي بيفخر بالتلج وجايب صوره كمان في المغرب وعايز يقول لك ان الصوره دي موجوده عندنا. لا اقول لك في قريه في الخنشله، ده انت مخنشل امها حرفيا، لا انت مخنشلها بجد. هذه ليست رسومات ولا مجرد صور من الجزائر، بل اكبر واعظم بكتير. مش عارف يعني دي مش صور، دي حاجه اعظم من الصور. ليه؟ عندنا بلد كبير وجميل وشعب اصيل وعزيز لا ينظر للساعه على انها دولار متنقل، برزائر يحظى بالحفاء والكرم. مع ان حافظ للامانه يعني مفيش حد راح عندكم وما قالش الجمله بتاع ان انتوا بتعاملوا الناس كانهم دولار والكلام ده، بس عادي يا حافظ مفيش اي مشكله يعني، واليوتيوبر الكويتي اللي كان موجود عندكم يشهد والكلام ده. بس انا عايز اقول لك يا حافظ، يعني لما نحاول ننزل صور تاني يا ريت ننقي، مش كل فيديو او كل صوره انزلها لازم يكون فيها حته كده من بره الجزائر. يعني انت نزلت في سطيف وفي قسطنطينه وفي الجزائر العاصمه، تمام حلو جدا يا عم، ربنا يبارك يا عم ويزيد من الجمال والروعه، بس مش لازم تسرق في النص كده حاجه مش ليك وتحطها على ان الحاجه دي لا مؤاخذه يعني ليك. الا انت في الحاله دي بتكون قاصد، وفي الحاله دي بتكون انت قاصد ان انت تخنشل، يعني انت قاصد ان انت تسرق حاجه مش ليك، ومع ذلك تيجي تقول والله يا جماعه انا بنقل الحقيقه. يعني انا بحس ببعض الاحيان انك بتكون عايز فعلا تعمل الحاجه دي عن قصد، حاجه كده بتفكرني بزي الترندات اللي كان بيعملها كابتن طارق يحيى بتاع النسيان. فانا بدات يبقى عندي ايمان ان انت في حاجات بتسرقها من غيرك وانت تبقى عارف ان هي سرقه من غيرك. دي حاجه اعلاميا مش حلوه في صالحك، بس انت تخطيت كل الكلام الاعلامي اللي مش حلو في صالحك وتخطيت كل حاجه من فتره طويله جدا. فبصراحه انا مش عارف كل اللي بيحصل ده هيودينا لحد فين كده حفيظ، بس يعني ربنا يبارك لنا فيك والله. يعني احنا بنبقى قاعدين كده ونسمع حفيظ سرق مدينه، حفيظ سرق قريه، حفيظ سرق ملعب، حفيظ سرق مش عارف ايه. دلوقتي المره دي دخلنا بقى سرقنا صوره تلج، دخلنا سرقنا صوره تلج. يقول لك ايه اصل الصوره في الجزائر يا باشا، كل الناس وهتطلع خنشله، يعني هو مخنشل الصوره مؤاخذه يعني، والناس كلها دخلت قالت له حفيظ الصوره في المغرب، الصوره حفيظ في المغرب يا حبيبي. دي اكتر صوره جايبه اكتر صوره جايبه تفاعل عند حفيظ الدراجي. بس انا اكتر تعليق عجبني فران راح تخسر والله، حفيظ سرق يا فران والله، حفيظ خد المدينه كلها اللي هو لط عليك والله. في الاخر يقول لك ايه اصل المغاربه هم اللي بيخنشلوا التراث بتاعنا، خنشلوا التراث من انت بتسرق مدن يا عم الخنشله. مش عارف والله توديني فين عم حفيظ، يعني لسه سالتك من تحت ايد ميسون، وسالتك من موضوع الملعب في السعوديه، وسالتك من كل حاجه بتثبت فيها. بس ربنا يبارك لنا فيك يا اسطى، انت اهبك واحنا نطلع نسلكك عادي. عايز تركب مسرح على طريقتك احنا برضه هنركبك مسرح على طريقتنا. ولو عجبك الركوبه معانا فاعمل لايك وسبسكرايب، ما عجبكش الركوبه معانا وبتتكلم على الفتنه فروح كلم حفيظ الدراجي اللي عنده 6 مليون وتعالى اتكلم معايا بعديها. هلا